تعالوا بقى كده نطمن على حالة الطقس النهاردة ونقول لحضراتكم أخبار الجو إيه النهاردة. تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ودافئ على السواحل الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وخليني أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ونشوف كده ونبدأ بالقاهرة. القاهرة سجلت النهاردة العظمى 31، أما الصغرى 17. اسكندرية 25-15، اسماعيلية 32-15، الغردقة 30-17، المنيا 32-15، سوهاج 32-16، أسوان 34-19. خليني كمان أقول لكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية، والبداية مع الرياض. الرياض سجلت النهاردة العظمى 29، أما الصغرى 16. أبو ظبي 26-22، أنقرة 20-8، لندن 13-1، واشنطن 24-16، باريس 12-0، وبكين 14-8.